السلام عليكم يا أبطال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا هسه شنو عندنا درس؟ إسلامية. بالإسلامية اليوم راح ناخذ أركان الإسلام. شنو راح ناخذ؟ أركان الإسلام. احنا سوينا المسرحية قدامكم وشفتوها. أركان الإسلام راح نراجعها. أركان الإسلام ايش قد عددها؟ 5. أركان الإسلام ايش قد عددها؟ 5. ايش قد عددها؟ 5. أول شيء ركن من أركانها الشهادتان. شنو هي؟ الشهادتان. كنا نقول راح أقرأ وتقرون ورايا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. 2. إقامة الصلاة. إقامة الصلاة. إقامة الصلاة. فرضة الصلاة على المسلم. كم صلاة يصلي باليوم؟ 5. كم صلاة؟ 5. صلاة الفجر ايش قد؟ ركعتان. صلاة الفجر ايش قد؟ ركعتان. صلاة الظهر 4 ركع. صلاة الظهر ايش قد؟ 4. صلاة العصر 4 ركع. صلاة العصر ايش قد؟ 4. صلاة المغرب 3 ركع. ايش قد؟ 3 ركع. صلاة العشاء 4 ركع. صلاة العشاء ايش قد؟ 4 ركع. زين شلون نعرف وقت الصلاة؟ من يؤذن؟ المؤذن بالجامع. من يؤذن؟ شو يقول؟ الله أكبر. شو يقول؟ الله أكبر. تعال محمد قارن الأذان. يلا على السريع. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. أحسنت. بارك الله بك يا أبطال. شكرا لك حمودي. إقامة الصلاة عندنا قلنا من نسمع صوت الأذان، من نسمع صوتنا يعني نقوم إلى الصلاة. نقوم إلى الصلاة. ثالث ركن هو إيتاء الزكاة. ثالث ركن هو إيتاء الزكاة. إما نعطي الزكاة للفقير والمحتاج، بس ما يصير نقول أنا اليوم انطيت لهذا الفلان. ما يصير بينك وبين منه رب العالمين، بينك ومنه رب العالمين. رابع ركن هو صوم رمضان. رابع ركن شنو هو؟ صوم رمضان. بيا شهر نصوم؟ شهر رمضان. كم يوم نصوم؟ 30 يوم. نمتنع عن الطعام والشراب. شنو معناتها؟ نمتنع عن الطعام من اذان الفجر الى اذان المغرب. من يقول يؤذن الفجر يقول الله اكبر، بعد ما ناكل ولا نشرب، ومن يؤذن المغرب نفطر. زين؟ ومو بس هذا، ما يصير نتكلم الفاظ، ما يصير نأذي ماما، ما يصير نأذي بابا نضوجهم، فنلتزم ونمتنع عن الطعام والشراب والألفاظ السيئة. آخر ركن هو خامس هو حج البيت. من استطاع اللي يستطيع يحج البيت. حج البيت وين يكون؟ بمكة الكعبة. وين مكانها؟ بمكة المكرمة. ومكة المكرمة وين موجودة؟ بالسعودية. وين موجودة؟ بالسعودية. أحسنتم. بارك الله بكم يا أبطال. بارك الله بكم. شكرا لكم يا أبطال.